وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكد خالد عبد العزيز مقرر المحور الاجتماعي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة سابقا على أن المناقشات في الحوار الوطني تعتبر ثرية، وأضاف أنه يقدم حلولا للتحديات التي يتم طرحها في الحوار الوطني. الحقيقة الانطباع كان جيد جدا في الجلسة الافتتاحية، والحقيقة ده يعني شجع ناس كتير وحمس ناس كتير أنها تيجي وتتابع وتحضر الجلسات النقاشية وتعد بعض الآراء والمقترحات وطرق الحلول يعني للمشكلات الموجودة. والحقيقة بدأنا يوم الأحد اللي فات بالمحور السياسي، وكان الحقيقة الجلسة بتاعت مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب كان نقاش متميز جدا، لأنه طبعا جميع التيارات السياسية والأحزاب والإيديولوجيات والنقابات المهنية والخبراء كانوا موجودين بشكل، ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ. فالحقيقة كان حوار ثري جدا، وأعتقد أن هم وصلوا فيه إلى بعض نقاط التوافق، وكمان امتد الموضوع أن هم إن شاء الله الأسبوع القادم هيقدموا بعض الحلول العملية أو بعض المقترحات الفعلية لموضوع الانتخابات. طيب. سواء بقى على القائمة المطلقة أو القائمة النسبية. صحيح. لكن هو في الأول وفي الآخر اتناقش فيه كل العيوب والمزايا في المقترحات المختلفة ثم تقديم حلول. فده أنا شايف أنه أهم حاجة أن احنا مش بس نذكر المشكلة أو بس نقول إيه التحديات. صحيح. لكن البدائل. على الأقل البدائل ونقدم إيه. فده طيب. شيء مهم جدا.